السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ الدرس بتاع النهاردة Collecting, Displaying and Representing Data، تجميع وعرض البيانات في شكل جراف أو رسوم البيانية زي ما أخدناها قبل كده. درس سهل ولذيذ ومفيش فيه حاجات جديدة كتير. Data are collected using methods like بجمع البيانات عن طريق Noticing أو Observation، يعني بلاحظ الداتا اللي انا عايزه اجمعها. experimenting بعمل تجربه. field of practical studies يعني بنزل الارض الواقع وممكن اسال ناس تانية عن الحاجه اللي بجمع بيانات عنها. مديني example هنا مثلا representing data using a bar line، بجمع لي بيانات اهي ال year ادي السنه و number of computers وعدد الاجهزه الكمبيوترات، وادي الرسم البياني بتاعي. طيب الجديد بس المره دي representing data using double bars، يعني مجمع معلومات عن حاجتين في نفس الوقت. في الاكزامبل ده بيقولك the following table shows the number of students using two different types of transport to go to school in four classrooms، يعني الولاد اللي بيستعملوا طريقتين المواصلات عشان يروحوا المدرسه، يا إما باي باص يا إما باي بايسكل. classroom A في 14 pupils بيستعملوا الباص، في 9 pupils بيستعملوا البايسكل. classroom B أدي الأرقام بتاعتها، classroom C وهكذا. بيقولك represent these data using the double bars، يعني أعرض لي الداتا بتاعت الباص وبتاعت البايسكل الاتنين في رسم بياني أو في جراف واحد. طب دي هعملها ازاي؟ ده بيبقى عمود وده عمود، فلازم يكون عندي بسميها هنا ليجند او المفتاح بتاع الرسم البياني. بوضح له ان انا العمود اللي هعمله سي مثلا باللون ده بتاع الباس، واللي هيبقى باللون التاني هيبقى البايسكل. طيب لو انا برسم بالقلم الرصاص زي ما بنعمل في الاكزامز او في الامتحانات، انا هلون ازاي؟ والله حاجة من اتنين، ممكن اخلي عمود اظلله بالقلم الرصاص واسيب التاني فاضي، ده ممكن مثال، او ممكن مثلا اعمل ده خطوط كده والتاني مظلل. بختارها وبوضح له على جنب هنا في مربع انهي شكل اخترته لايه، وده هنوضحه دلوقتي في الاكزامبلز. طيب نشوف امثلة على طول، هنختار على طول المسائل اللي فيها فكرة. بيقولك the following table shows the sum of money which Joseph saved in 5 consecutive months، الفلوس اللي جوزيف ده جمعها في 5 شهور متتالية. represent the data in the table by using a bar line graph، بيقولك اعرض لي البيانات دي على الرسم البياني هنا ب bar line. ادي الرولر بتاعتي، هنا هو مجهز لي الرسم بتاعي، هنا هو مجهز لي الرسم بتاعي. ادي المانث الشهر بتاعي جانيوري فبراير مارش ابريل ماي، وحاطط لي توزيع الارقام مناسب للارقام اللي هو ايه مديها لي. فهنا جانيوري 30، فباجي عند جانيوري وابتدي ارسم عمود او البار اللي طالبه هيقف عند 30. طيب لو انا فعليا ماسك الرولر بتاعتي وماسك القلم بتاعي، باجي كده ادي 30 وادي جانيوري، ممكن ابتدي من هنا مثلا لحد 30 واحط بوينت. طيب هنا هنتعود بقى ما نرسمش خط بس، لا نكمله كانه ريكتانجل كده، يبقى بوينت هنا كمان وابتدي اوصل الكلام ده. طبعا الرولر بتاعتي تبقى مظبوطه على الخط اللي هرسم عليه فوق جانيوري اهو. الخط التاني وبالرولر هشقلبها كده واعمله ايه الخط ده، ويبقى رسم القلم بتاعي مبري وخط واضح عشان يبقى الرسم بتاعي نظيف وشكله كويس. ادي اول واحدة. بعد كده فبراير كام؟
20 برضو هاخد عند 20 هطلع بالخط ده لحد 20 اهو وباجي الناحية دي اهو نفس الفكرة استعمل الرولر خط كده وخط كده والخط ده انا هشتغل هنا بقى عندي بريكانجل اسهل ادي التاني بعد كده مارش هيبقى 40 هيجي عند مارش وهطلع لحد 40 بعد كده April 20 ادي April لحد 20 اخر حاجة May 45 ادي May وهطلع لحد 45 كده تمام كده يبقى انا رسمت الايه اللاين جراف او البار لاين جراف اللي هو طلب بعد كده بيقول لك the equal amounts of money Joseph saved were in the months الكميات المتساويه من الفلوس اللي جوزيف حوشها كانت في شهور ايه يا اما هبص من الرسم اهو February and April او هروح من هنا اشوف الارقام المتساويه ادي 20 و 20 يبقى February and April بكتب هنا February وبكتب April بعد كده the sum of money he saved in the 5 months equals مجموع الفلوس اللي هو حوشها in the 5 months equal هاي equal على طول وابتدي اجمع الارقام بتاعتي يعني 30 plus 20 plus 40 plus 20 plus 45 وبقول له equals وبكتب الايه وبكتب الناتج بس بقيت المسائل كلها متشابهه بنفس المنظر ده طيب في المساله في نمبر 6 حط الزياده ايه نفتكر الماركس دي او العلامات دي كان اسمها التالي ماركس دي لو بكون لما بكون بسال بيوبلز مثلا كل واحد بستفسر منه او بساله سؤال عشان اعرف الرد بتاعه فبجمع البيانات واحدة بواحدة كده الشكل اللي بيبقى قدامي ده اللي هو 1 2 3 4 5 يبقى الشكل المقفول ده 5 على طول فلما اجي اعد منتهى البساطة هنا ادي 5 و 2 7 5 و 4 تبقى 9 5 و 3 8 5 5 10 1 يبقى 11 دي 5 خلاص يبقى انا عديت بمنتهى السهولة غير لما تبقى التالي مارك كلها خطوط ايه جنب بعض خلاص يبقى انا عندي الارقام اقدر اعمل الايه الجراف في منتهى السهوله هنا اكسرسايز نمبر 7 نفس الحكايه حاطط لي برده الشيب وحاطط لي التالي مارك وانا بجمع الارقام هنا 5 5 10 13 ممتاز هنا 15 وهكذا عندي هنا مثلا هنا حطيت لي the table below shows the production of handmade carpets that were exhibited by a group of production families in an exhibition في معرض اتعمل فيه المنتجات اليدويه للسجاد وادي العدد بتاعتها ادي الاسره اول اسره قدمت عدد من السجاد 35 تاني اسره قدمت 25 third قدمت 5 وهكذا represent these data once by using a power line graph and other using excel program طبعا دي مش هنشتغلها هنعمل by using a power line graph طب هنا مديني ورقه رسم البياني فاضيه يبقى معنى كده انت اللي هترسم كل حاجه انت كده اللي هتحط كل حاجه طيب قبل ما ارسم وهد والاقي الدنيا مش مظبوطه لا انا اشوف الارقام الاول عندي لحد فين الارقام عندي كلها في الفايف وفي زيرو وعلى رقم 35 يبقى لو انا بدات 0 5 10 15 20 وهكذا هشوف هينفع يكفي الارتفاع ده معايا ولا ما يكفيش لو بدات حتى زيرو هنا 5 10 15 20 25 30 35
بالعافية بجيبها بالظبط، أو أخدها 10 يعني لو خليت الشكل في قدام شوية يبقى 10 20 30 40 واشتغل كده. دي ممكن ودي ممكن أدام المكان يكفي. طيب احنا هنشتغل هنا، هناخد رولر كده هنشتغل تحت، وهنعملها بالفايف. ادي الخط اللي من تحت، وادي العمودي. طيب هكتب ايه بقى؟ واحد الفاميلي والتاني number of carpets، يبقى فوق هي اللي number of carpets عشان دي الارقام اللي هعمل المقياس بتاعي عليها، يبقى فوق بنكتب كده number of carpets وتحت هنا هتبقى الفاميلي. هنا طبعا الزيرو، هنا هيبقى 5 10 15 20 25 30 35. الفاميليز first second third fourth fifth ابتدي احطهم، مثلا first ماشي هنا كويس، دي first second third fourth and fifth. ممكن اعمل كده 1 st 2 اللي هي second n d 3 r d 4 t h اللي هي fourth 5 t h. وطبعا ممكن افرد ده للاخر خالص واخلي ايه افصل علامات ما بين دي ودي، يعني بدل ما تبقى ضيقه كده ممكن افردها اكتر من كده، دي حريه ليا انا براحتي اعملها زي ما انا عايز. اهي ممكن ابعد فاميلي كده شويه وافرد ده للاخر واخلي هنا 1 st ادي first هنا، هسيب دي فاضيه وانقل second في المكان ده 2 ND عشان اللي بيبقى بيرسم وما بيحبش يشتغل في المكان ده يعني عندي مساحه كفايه، هسيب دي فاضيه واعمل الثالثه third 3 rd، او اكتب حتى كلمه third زي الكلمات ما هي موجوده فوق بالظبط، هسيب واحدة واكتب الرابعة 4th أو 4th، وبعدين هسيب واحدة واعمل خمسة اللي هي آخر واحدة 5th أهي. أبتدي أشتغل بقى. الفيرست كام؟ 35، يبقى هعمل البار لاين أو من أول هنا واطلع لحد 35 اهي. السكند 25، اطلع لحد 25 اهي. الثيرد 5 بس اهي. الفورث 15، الفيفث 20. بس تمام كده خلصنا.
دي زيها بالظبط، مفيش اختلاف. دي هتبقى two columns. هنعمل اللي بعدها زيها. هنا بيقولك the following table indicates how many hours per night Manal slept for the last two weeks. بيقولك جدول بيحدد لي عدد الساعات بالليل اللي منال نامتها في خلال last weeks، في الأسبوعين اللي فاتوا. week 1 Saturday نامت 7 hours، 6 hours Monday 9 hours، Tuesday نامت 5 hours and half، 5 ساعات ونص، Wednesday 6 hours and half، Thursday 8 hours and half، وهكذا. في الويك التاني نفس الحكاية، وأدي الأرقام عندي. طيب represent these data using the doubled bars graph، the double bar graph. طيب هو مجهز لي الشغل اهو، وانا اللي هبتدي اشتغل. هعمل عمودين لكل ايه، لكل يوم، Saturday في الاسبوع الاولاني والاسبوع التاني وهكذا. طيب هتختار ايه للاسبوع الاولاني وايه للاسبوع التاني؟ يبقى قبل ما اشتغل او قبل ما اعمل اي حاجة، هاجي على جنب هنا كده، هرسم له مستطيل كده كبير واضح، وهقول له المستطيل الاولاني اهو، وادي المستطيل التاني. week 1 for example هناخده متظلل، يعني هنلونه، فهنخليه هنا نستعمل gray بالظبط كأني ايه معايا القلم الرصاص، والتاني هيبقى ابيض، والتاني هيبقى ابيض، نغمقه شويه اهو عشان يبان، والتاني ابيض. يبقى ده لما تلاقيه كده متظلل، تعرف ان هو ده week 1 كده. والتاني هيبقى week 2. دي اهم حاجة اعملها، دي اهم حاجة اعملها عشان لما اجي ارسم البار لاين بتاعي ابقى فاهمة ده هيتظلل ولا لا، ولو متظلل يبقى بيعبر لي عن الرقم بتاع week 1 ولا week 2. طيب نبص بقى كده تاني، Saturday week 1 7 week 2 8. ننزل بقى نعملها Saturday 7 و 8. هناخد هنا ادي Saturday 7، اتأكد صح كده week 1 7، week 2 هيبقى 8، نفس الحكاية جنبه بالظبط، واعمل التاني اللي هو 8 اهو. هسيبه كده وامشي؟ لا، قبل ما اتحرك امسك القلم بتاعي واظلل column 1 اللي هو week اهو. يبقى كده انا فهمته، مجرد ما يبص على اللون جراي اللي متظلل بالقلم الرصاص ده يعرف ان دي البيانات بتاعه week 1، لكن اللي لونه فاتح ده ما تلونش يبقى ده week 2. نروح على Sunday week 1 6 والتاني 7 and half، 6 الاول وبعد كده 7 and half. اروح اجيب اهو Sunday برضو، هبتدي من البوينت دي بدايه الكلمه 6 اهي، ادي اول ايه اول كولوم، التاني 7 and half على نفس الخط بالظبط، هطلع واروح 7 and half ما بين ال 7 وما بين ال 8، يبقى في النص هنا بالظبط، يبقى في النص ايه بالظبط. اخد بالي كويس قوي من الخطوط بتاعتي اهي كده 7 and half. برضو امشي؟ لا، الحق اقف على ده اظلله كده، ما اتحركش قبل ايه ما يتظلل. بعد كده Monday نفس الحكاية 9 و 6 and half، هنا 9 ابعد شوية اهي براحتي خالص عشان الرسم يطلع حلو، ادي 9 والرقم اللي معاه 6 and half، 6 and half اهو. برضو منساش لازم هنا واظلله، طبعا انت لو بالقلم الرصاص بتمسك هنا، اختار لون القلم اهو
وبمسك انا بظلل بايدي كده الكولوم بتاعي عشان يبقى فاهم ان ده الويك 1. اوكي، وهكذا بكمل بقيه الايه، بقيه الكولومز. طيب بيقول لك هنا how many hours did Manal sleep for the last two weeks، كم ساعة نامتهم في last two weeks، في الأسبوعين اللي فاتوا. هعمل ايه؟ هجمع كل الأرقام دي بتاعت week 1 و week 2، هعملهم كلهم plus واجيب الايه، واجيب الناتج بتاعي. ده كده مكرر، مفيش فيه مشكلة خالص. طيب هنا السؤال ده the following double bars graph shows the marks of four pupils in mathematics in maths and science، الأرقام أو الدرجات بتاعت أربع طلبة في الماث and science. الماث هو اللي green والscience هو لونه إيه، فوشي أو محمر شوية ده. طيب من خلال التيبل أو من خلال اللاين بار جراف بيقول لك which pupil got the greatest mark in science، أنهي طالب أخذ أعلى درجة في science. الscience يبقى بص على أنهي كولوم، الجرين ولا الريد ده؟ هبص على الريد طبعا، ساينس اعلى درجة في الريد اهي، يبقى مين اللي اخدها؟ رؤوف. يبقى اللي اخدها مين؟ رؤوف. اما واقفة كده يبقى الاجابة بتاعتي رؤوف. طيب which pupil got the lowest mark in maths، lowest يعني اقل درجة في الماث. بما اني بتكلم عن الماث يبقى هبص على الجرين، اقل درجة يبقى حازم. ممتاز، يبقى اقف كده والاجابة بتاعتي حازم. Which pupil got the greatest marks in maths and science together؟ Which pupil، أنهي طالب أخذ أعلى درجات في الماث والساينس مع بعض؟ أخذ أعلى درجات في الماث والساينس مع بعض. بالنسبة للماث بص كده، ده وده متساويين. طب الساينس أهو، يبقى مين؟ سلمى. يبقى سلمى. بعد كده بيقول لك complete the following frequency table، اعملي بقى التابل ده name marks in maths and marks in science. حطيلي بقى بدل ما هي مجرد bar graph، لا حطيلي الارقام. طب سلمى في الماث كام؟ 18، وفي الساينس ها ادي 14 و 16 يبقى في النص 15، يبقى في الماث 18 والتاني 15، يبقى هنا 18 وهنا 15. بعد كده رؤوف في الماث ها ده يبقى كام؟ 13 اهو، وفي الساينس 17. تمام، يبقى هنا 13 وهنا 17، وهكذا بقيت الايه، بقيت الولاد. برضه ده كله مكرر. طيب الاكسرسايز هنا بديك هنا بشكل مختلف شوية، بيقولك the following picture shows the number of each animal on Maggie's farm، بيقولك الجراف ده بديك عدد الحيوانات في المزرعة بتاعت ماجد. طيب هنا حطيت لي 1 2 3 4 5، يبقى عنده 5 horses، ده كاتب تحت هورس ان هما 40. ايه ده؟ ازاي في الرسمة حاطط 5 وهنا 40؟ في ملحوظة ما خدناش بالنا منها اهي، مفيش حاجة تبقى مكتوبة ما بصش عليها. بيقول لك each picture stands for 8 animals، كل صورة محطوطة في الجراف بتعبر عن 8 حيوانات، 8 animals. معنى كده ان ده ب 8 وده ب 8 وده ب 8 وده 8 وده 8، يبقى ال 8 اتكررت 5 times، يبقى 8 times 5 يبقى 40، عشان كده كتب هنا كام؟ 40. أمال هنا الكاو تبقى بكام؟ 8 8 8 8، يبقى ال 8 اتكررت 4 times، 8 times 4 يبقى 32. الهن اتكررت كام مرة؟ ها 1 2 3 4 5 6، واحدة ب 8 يبقى 8 times
6, 48. Sheep, 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 8, yibqa 40. Duck, 1, 2, 3, 3 times 8, kam 24. يبقى أنا جبت النمبر of إيه؟ animals. فبيقولك بقى the greatest animal in number is أعلى واحد في الأرقام is مين أعلى واحد ها 48 يبقى الحيوان اسمه إيه hen تمام There are eight on the farm. في كم واحد في الفارم؟ العدد بتاعهم 48. ممتاز. طيب هنا there are equal numbers of في أعداد متساوية من A و A. تمام. And horse and sheep. Horse and sheep. يبقى اكتب هنا horse and اسم الحاجة بتاعتي sheep. بعد كده represent these data using a bar line graph هيتحط هنا عادي جدا الأرقام بتاعتي أعلى رقم كام 48 أعلى رقم 48 فممكن أستخدم إيه المكان خدوا بالكم المكان مش كبير دي مهم أوي ياخد بالي من الحكاية دي المكان هنا مش كبير فمش هينفع أمشي 2 4 8 وهكذا مش هينفع طب أعمل إيه لو اخترت 5 10 ممكن الناس تتلخبط طب انا ممكن اعمل حاجه حلوه جدا ممكن اعمل 10 20 30 40 50 بحيث الخطوط الرفيعه دي تبقى كل واحده برقم تبقى كل واحده برقم يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ليه عشان في عندي ارقام زي 32 24 48 ارقام صغيره هطلعها ازاي نعملها كده مع بعض ادي الرولر بتاعتي هاجي هنا اهو اعمل الخط بتاعي ومن هنا برضه ارسم الخط بتاعي سوري البورد كده معلقة لحظة لا كده البورد عندي معلقة لحظة هعملها بالخط التاني ده كده تمام طيب النمبرز هتتعمل ازاي أحسن لي كده ده طبعا زيرو ده زيرو هنا يبقى 10 20 30 40 50 دي انسب حاجة هنا بعد كده هو عايز كم واحدة horse cow hen sheep duck ممكن اعمل هنا 1 2 3 4 ماشي ممكن اطول لي كده شوية واعملها مستريح horse فوت واحدة والتانية ادي كاو بعد كده هن بعد كده كانت شيب اخر حاجة
لما اسيب دي اللي بعدها يبقى duck. ابتدي اعمل البيانات بتاعتي بقى عادي خالص. الهورس كام؟ 40. من هنا اهو دي سهلة مفيش فيها مشكلة، ادي ال 40. بعد كده الكاو 32، الكاو 32. انا لو جيت وقفت لحد هنا ادي كده 30 اهي كده 30. الخطوط بقى الرفيعة خالص اللي بعدها كل واحدة ب 1، ادي كده 1 2. اخد بالي من دي كويس قوي اهي 1 2، كده عملت 32. الهن 48، هطلع ادي وصلت لحد 40 اهي، بقيت الخطوط رفيعة 1 2 3 4 5 6 7 8، ادي كده وصلت للايه؟ لل 48. بعد كده 40 و 24، ال 40 سهلة اهي. بعد كده 24 ادي 20، وبعدين هاخد بصوا كده 1 2 3 4. طبعا الخط بتاعي القلم بتاعي لو تخين او مش مبري او مش واضح الخطوط دي هتسيح على بعضها، يبقى الخط تخين واخد خطين مع بعض فيبقى شكله مش ايه مش حلو قوي، فنلاحظ الحكايه دي. طيب بعد كده عندي هنا مثلا بيقول لك the following table shows the number of canned drinks sold by two different shops in 4 days. الكنزات اللي اتباعت في محلين في الايام دي، عدد الكنزات اللي اتباعت في المحل A شوب A and شوب B يوم في day Friday و Saturday و Sunday و Monday. طيب هو اروح على طول عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 والحق اكتب؟ لا، قلنا ما سيبش كلمة مكتوبة. each كل رسمة من دول represents 5 cans، كل رسمة من دول بتعبر لي على عن 5 cans. يبقى لما اروح هنا 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ال10 وكل واحدة أصلا ب5، يبقى اتكررت ال5 اتكررت كام؟ 10 times، يبقى 5 times 10 بكام؟ ب50. يبقى هنا الرقم بتاعي 50. طب اللي بعدها 1 2 3 4 5 6 7 7، والواحدة أصلا 5، يبقى 7 times 5 يبقى 30، وهكذا بقيت الايه بقيت الكنز. وبرده الرسم بتاعي زي التانية بالظبط. نحل بس الأسئلة. طيب ممكن أكمل التمرين ده مفيش فيه مشكلة. Sunday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 times 5 يبقى 45. Monday 1 2 3 4 5 6 7 8 8 times 5 40. 1 2 3 4 5 6 6 times 5 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 times 5 55. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 times 5 60. 1 2 3 4 5 5 times 5 25. اللي نسي احنا بنضرب 25 ليه؟ عشان الرسمة دي الواحدة منها ب 5 cans. طيب اول طلب دلوقتي بيقولك complete the following frequency table، خلصناه. We present this data using the double pars graph. double pars graph انزل على الرسم الباني بتاعي وابتدي ارسم الرسمة بتاعتي. قبل ما ابتدي ارسم لازم اشوف الارقام بتاعتي اعلى رقم هيوصل لكام. اعلى رقم 60، اعلى رقم 60، والورقه اللي عندي مش كبيره، يبقى احسن لي اشتغل ازاي. نجرب كده 10 10 20 30 40 50 60. تمام، يبقى انا ممكن اشتغل بال10 اهو. ممكن اقف من هنا على طول اهو، ادي الخط اللي تحت، ومن هنا ادي الخط اللي فوق. بكتب فوق ايه اللي فيها الارقام؟ ها number of canned drinks، number of canned drinks. في عندي شوب A وشوب B، دي هتتكتب بقى ايه؟
هو تيزر تحت في الرسمة اللي أنا بعملها على الجنب بعد شوية، وعندي تحت هنكتب الايه، الفرايدي ساتردي ساندي وهكذا. يبقى هكتب هنا اهو number of cans. وتحت هنا days. أول مكان عندي هنا اهو، تاني لو Saturday وأجي Sunday وأجي Monday، وابتدي أكتب المسميات بتاعتي. Friday ممكن الاختصار بتاعها اهو، Saturday Sunday آخر واحدة Monday، وأدي النمبرز بتاعتنا طبعا تحت زيرو، ده 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 ادي 60 اخر حاجه. اروح على طول بقى على الشغل بتاعي. في عندي شوب A وشوب B، معنى كده ان هيبقى فيه 2 كولمز لكل يوم، في 2 كولمز او عمودين لكل يوم. هعملهم كده وخلاص؟ لا، لازم اجري اعمل ايه الرسمه بتاعتي اللي بتقول لي ان المستطيل اللي هيبقى متلون ده عباره عن ايه، واللي مش متلون عباره عن ايه. سي مثلا ادي المتلون اهو، ده كده هيبقى شوب ايه، يبقى اكتب جنبه ايه. والتاني هيبقى شوب بي اهو، بحيث لما يجي حد يبص على الرسمة يبقى فاهم اللي لونه جراي ده أني واحد واللي لونه أبيض ده أني واحد. هنعمل أول واحدة تاني، في الفرايدي شوب A بفيفتي وشوب B بثيرتي. يبقى أروح عند الفرايدي هجيب شوب A بفيفتي، وشوب B ثيرتي لازقة فيها على طول أهي. امشي دلوقتي؟ لا، شوب ايه انا بقول له ان ده باللون الجري، يبقى لازم الونه قبل ما اتحرك اهي، وبعد كده اكمل بقيه الايه الرسمه زي بعض. طيب هنا تاني سؤال، تاني طلب عملناه. What is the total number of cans sold by each shop؟ التوتال نمبر اللي اتباع عن طريق كل محل. يبقى total number of shop A equals، وابتدي اجمع الارقام الفوقانية، وبعد كده total number of shop B equals، وابتدي اكتب الارقام التانية. وممكن برضو على طول اكتب shop A equals، وابتدي اجمع الارقام اللي فوق دي، وبعد كده جنبه كده shop B، واقول له اجمع الارقام بتاعت shop B. بعد كده what is the difference between the numbers of cans sold by the two shops؟ ال difference يعني هنعمل ايه؟ هعمل minus. هنا شوب A لو جمعناها هتطلع 170، وهنا شوب B لو جمعناها هتطلع 170 برضو. يبقى نكتب هنا the difference equals 170 minus 170 equals 0. طيب بعد كده what is the total profit of shop A if the profit gained on each drink is 25 piastres؟ يعني الربح بتاعك، الربح الكلي بتاع شوب A هيبقى كام لو عرفت ان هو بياخد مكسب 25 piastres على كل كنزاية او كل drink هيتباع. يبقى الـ profit
equals. تاني كل كان زي هيبيعها هياخد عليها 25 piastres maximum. يبقى المكسب الكلي كام؟ يبقى اشوف باع كام واحدة وهعمل times 25 piastres. وهعمل times 25 piastres هيطلع الناتج عندي 4250 piastres. P T. والله سبتها كده الدنيا تمام جدا. حبيت اغيرها لباونز مفيش مشكلة. هعمل divide 100 هتبقى 42.5. طيب نركز مع بعض بقى في الجزء ده. في جزء جديد عندنا اسمه tree diagram. يعني بجمع بيها الاحتمالات اللي ممكن تحصل في حدث معين او في حاجة معينة. هي بيقول لك a way of organizing outcomes، هنظم المخرجات او النواتج لحاجة محتمل تحصل. طب زي ايه؟ فاكرين زي ما كان بيديك مثلا 3 مثلا 1 5 2 مثلا، ويقول لك اعمل لي 4 digit number. اعمل لي 4 digit number. كان ممكن تعمل كام 4 digit number؟ كتير. ممكن واحد يبتدي بالثري، واحد يبتدي بالوان، واحد يبتدي بالفايف، واحد يبتدي بالثري بس يبدل فايف وان، واحد يبتدي بالثري وبعديها تو. ترتيبات كتير قوي. فبيقول لك في الفكرة بتاعت التري دايجرام انا عايز اعرف كل الاحتمالات اللي ممكن تيجي. ده الفكرة منها. فمديك اكزامبل هنا، بيقول لك انت عندك بوكس containing two blue poles، كورتين لونهم ازرق، وtwo yellow poles وكورتين لونهم اصفر، وtwo red poles وكورتين لونهم احمر. يبقى انت عندك كورتين ازرق وكورتين اصفر وكورتين احمر. طيب لو انت حضرتك هتغمض عينيك وهتسحب كورتين من الستة، حضرتك هتغمض عينيك وتسحب كورتين من الستة، اول كرة هتسحبها ممكن تبقى يا اما بلو يا اما يلو يا اما ريد. اهي طبيعي هتغمض عينيك وتحط ايدك هيطلع معاك هما دول التلات الوان الموجودين، يا بلو يا يلو يا ريد. ادي اول واحدة. طب تاني واحدة هتقول لي ايه؟ طب ما هو لو انا اخدت اول واحدة بلو، التانية ممكن تطلع برضه معاك ايه؟ يا بلو يا يلو يا ريد، صح؟ فكر كده. اول واحدة اخدتها من البوكس بلو، تاني واحدة اخدها برضه هتبقى يا اما ريد يا اما يلو يا اما بلو، صح؟ صح. طيب دي كده اول واحدة وتاني واحدة. طب لو انت كنت واخد اول واحدة يلو، برضو التانية يبقى يا ريد يا بلو يا يلو يا ريد، والتالتة نفس الحكاية. فدي كده كل الاحتمالات بالترتيب. دي كل الاحتمالات بالترتيب. الفيرست بول لونها ايه والسكند بول لونها ايه، يبقى انت واخدهم بالترتيب. واضح كده؟ يبقى انت ممكن تاخد بلو بلو اهي كده، او بلو يلو، او بلو ريد. لكن لو اول كرة اخدتها يلو يبقى ممكن يلو بلو يلو 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 ريد. تالت احتمال ان انت اول كرة كنت اخدتها كانت هتبقى ريد، تاني كرة بلو او ها يلو او ريد ريد. دي شبكة الاحتمالات. طيب في اتنين اكسرسايز بس رح حاططهم لي في البوك. انا هعمل معاكم الاكسرسايز التاني وهسيبكم تجربوا في الاكسرسايز الاولاني ولما نتقابل نتناقش فيه. طيب نركز مع بعض بقى. وحضرتك اهم من انك تطلع النواتج انك تنظم شغلك. اهم 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 من انك تطلع النواتج انك تنظم شغلك. معرفتش تنظمه، شكرا كده السؤال راح. ليه؟ لان اما نتفرج على الشجره اللي هتتعمل دلوقتي لو مفركشه انا مش هعرف اجيب اولها من اخرها. طيب قبل ما ابتدي احط القلم افكر انا محتاج كام احتمال وهاخد مساحه قد ايه عشان ما اقعدش اكتب واحد. يبقى ارتب لنفسي كده المكان اشوفه هيقضي ولا لا واظبط شغلي. بيقول لك هنا using the tree diagram
Find how many different four digit number. رقم مكون من أربعة ديجيت والأربعة مختلفين موجودين using the digits. استعملي الأرقام دي 6, 3, 0 and 8. 6 والثري والزير والايت. طب نديك ملحوظة بيقولك indication. خد بالك الزيرو cannot ما ينفعش be a thousand digit in a four digit number. يعني ما ينفعش تبتدي بالزيرو وإلا مش هيبقى له قيمة. يبقى ما ينفعش ابتدي بالزيرو. يبقى معنى كده ان اول مرحلة او اول رقم عندي لازم يكون يا اما 6 يا اما 3 يا اما 8 بس. يا اما 6 يا اما 3 يا اما 8 بس كده. طيب قبل ما اشتغل هو انا طلب مني كام 4 digit number. 4 digit number يبقى معنى كده ان في الفيرست نمبر 1st ادي اول ايه رقم وبعدين احتمال السكند تاني رقم وبعدين تالت رقم وبعدين رابع رقم. تاني ادي احتمالية اول رقم اهو. تاني رقم ممكن يكون ايه. تالت رقم ممكن يكون ايه. رابع رقم ممكن يكون ايه. بعد ما اجمع الاربع احتمالات هكتب الرقم النهائي. الرقم النهائي في الجزء ده. طيب اول رقم دلوقتي احتمال يكون يا اما 6 هبعد شوية يا اما 3 يا اما 8 صح كده يا اما 6 يا اما 3 يا اما 8 ادي اول رقم. طيب التاني لو الاولاني 6 يبقى باقي يا 3 يا 0 يا 8 يا 3 يا 0 يا 8. يبقى معنى كده ان انا عندي 3 احتمالات دلوقتي. 3 احتمالات دلوقتي يا اما 3 الرقم التاني هيبقى يا اما 3 يا اما 0 يا اما 8. بص بقى انا كنت محتاجه مساحه ليه. نكتبهم الاول اهي يا اما 3 وامشي دايما بالترتيب اهو 3 يا اما 0 يا اما 8. ادي كده ايه تاني رقم. طيب اشوف الاحتمال اللي بعده. لو انا كان اول رقم 3 يبقى 3 ديجيتس التانيه ايه اهو. بص انا ماشيه براحتي خالص ازاي. بما ان الاولاني 3 يبقى التاني يا اما 6 يا اما 0 يا اما 8 لانه اشترط عليه انه different ما يتكررش الرقم يعني 3 ما استعملوش تاني. طيب الاحتمال التالت لو 8 بدأت بال 8 يبقى الرقم التاني عندك يا 6 يا 3 يا 0 نحطه. يبقى هنا يا اما 6 يا اما 3 يا اما 0. كده انا عملت اول رقم واحتمالات تاني رقم. طيب تالت رقم احتمالاتهم ايه. لو انا كنت استعملت 6 بص بقى انا همشي في طرق كتير قوي عندي مش معايا بالترتيب كده. انا استعملت 6 وال 3 6 وال 3 يبقى باقي فاستعمل في اخر رقم 6 وال 3 اخر الرقم التالت يبقى يا 0 يا 8 ده اللي باقي. يبقى من هنا هيطلع حاجة من اتنين اهي. يبقى يا اما 0 يا اما 8 دول الباقيين. نرفع ده كده شوية
تاني لو انا ال first digit اول رقم اخدته كان 6 التاني هيبقى 3 او 0 او 8. طب لو كان 3 يبقى باقي في الرقم التالي يستعمل 0 يستعمل 8 يستعمل 0 يستعمل 8. نكمل. طيب ال first number 6 ال second 0 6 و 0 يتبقى 3 and 8 اهو. three وادي eight. بص بقى الأرقام هتبتدي تقرب من بعض ازاي. three و eight هظبطهم انا كده اهو. ادي three وادي eight. اللي بعده لو six و eight six و eight يبقى باقي three و zero. يبقى الخط بتاعي اهو واحد هنا اهو واحد كده 3 و 0. وهكذا بقيت المجموعتين اللي تحت وهكذا بقيت الايه المجموعتين اللي تحت. هنمشي بنفس الطريقه. طب نكمل اللي فوق. لو قلنا اول رقم 6 انا هعمل كده خط احمر معايا. لو اول رقم 6 والتاني 3 والتالت 0 يبقى الرابع ها 6 و 3 و 0 يبقى الرابع اكيد 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 8 كده ملوش حل. يبقى اكيد 8 ملوش حل تاني. تاني لو بدأت بال 6 3 0 يبقى اخر رقم باقي لي 8 يبقى كده ده ايه الاحتمال الاخير. طب لو هنا لو كان 6 3 8 اهي 6 3 8 يبقى اخر رقم 0 طيب اللي بعده نمشي الطرق تاني. لو 6 ها كده 3 خلصتها. لو بقى 6 0 3 ها 6 0 3 يبقى اخر حاجه 8 اللي بعده 6 0 8 6 0 8 يبقى باقي 3. بعد كده 6 8 3 ها 6 8 3 باقي 0 اخر حاجه 6 8 0 6 8 0 يتبقى 3. طيب انا عملت ايه ده كله؟ هجمع بقى احتمال الفور ديجيت نمبر اللي ممكن احصل عليه. بص بقى المنظر عامل ازاي. انا هعمل كده ادي واحده تانيه تالته فور فايف سكس. هنا اول فور ديجيت نمبر يبقى 6 3 0 8. ركزوا كده 6 3 0 8. الاحتمال التاني 6 3 8 0. ركزوا قوي في الارقام. بعد كده 6 0 3 8 6 0 3 8. اللي بعدها 6 اهي 6 0 8 3 6 0 8 3. اللي بعده 6 8 3 0 6 8 3 0 بعد كده 6 8 0 3 6 8 0 3.
ركزوا بقى في كمية التباديل أو التغيير بتاع الأرقام. هنا دول زي بعض، مبدل ده وده، هنا دول زي بعض ومبدل ده وده، هنا دول زي بعض برضو ومبدل ده وده، وهنا أصلا دول مختلفين عن ده مختلفين عن ده. طالع هنا 1 2 3 4 5 6، هيطلع لي 6 digit أو 4 different digit number. هنا 6 والمجموعة دي هتطلع لي كمان 6 والمجموعة دي كمان هتطلع لي كمان 6، يبقى ممكن أحصل من أربع أرقام على 18 4 digit number، 18 different 4 digit number، 18 رقم و18 عدد مكون من أربع أرقام مختلفة، كل واحد دماغه ممكن تجيبه بأي احتمال. يبقى ده معنى التري دايجرام. دايجرام عامل زي الشجرة كده، هيجيب لي كل الاحتمالات اللي ممكن تطلع لي من أربع أرقام مختلفة، كل الاحتمالات اللي ممكن تطلع لي من أربع أرقام مختلفة. طبعا الخطوط دي لو منحكشة شوية أو الأرقام دخلت في بعض خلاص الدنيا راحت منك كده، الدنيا راحت منك. حاول تشوف الجزء ده أكتر من مرة وتجرب التمرين بتاع 21 وهتناقش فيه معاك المرة الجاية إن شاء الله. كده يبقى الليسون بتاعنا ده انتهى، وقابلكم في الميتنج إن شاء الله. Thank you very much.